منذ زمن بعيد تشارك البشر كوكب الأرض مع نوع آخر مختلف عنا قليلا ولا يشبه القردة العليا، هو إنسان نيندرتال أو إنسان الكهف، الاسم الذي اشتهر به. ولكن في النهاية تكاثر الإنسان العاقل المعاصر وانتشر في جميع أنحاء المعمورة، فيما كان الانقراض مصير إنسان نيندرتال. ويعد زواله أحد أكثر الألغاز غموضا في تاريخ الكائنات الحية على هذا الكوكب الغامض المليء بالأسرار والغرائب. من هو النيندرتال؟ متى جال وصال في العالم؟ وكيف كان شكله؟ ولماذا انقرض؟ كيف عاش هؤلاء البشر الأوائل على مدى ما يقرب من 300 ألف عام؟ ومتى التقى بالإنسان العاقل؟ هل هو من نسل سيدنا آدم؟ وماذا يقول شيوخ الإسلام عنه؟ هذا ما سنتناوله في بودكاست اليوم. إنسان نيندرتال هو أحد أنواع الأجناس البشرية الذي استوطن أوروبا وأجزاء من غرب آسيا وآسيا الوسطى إلى غاية سيبيريا. عاش في أرض تتميز بكثرة الكهوف الجيرية والتي حافظت على عظام أموات نيندرتال جيدا، لذلك لدينا معلومات كثيرة عنه أكثر من أي مجموعة بشرية قديمة أخرى. وسبب شهرته باسم رجل الكهف، ظهر منذ حوالي 350 ألف سنة وانقرض في أوروبا قبل حوالي من 40 ألف إلى 24 ألف سنة مضت. كان نيندرتال ذو بنية جسدية ضخمة مقارنة بالإنسان الحديث، كما امتلك أرجلا أقصر وأجسادا أكبر، وكان ذلك على الأرجح تكيفا للحفاظ على الحرارة في المناطق ذات المناخات الباردة. معدل حجم مخه أكبر من معدل حجم المخ للإنسان الحالي بنسبة تقارب 10%. بلغ متوسط طول الرجال نحو 1.64 إلى 1.68 متر، بينما النساء من 1.52 إلى 1.56 متر. يتميز نيندرتال بجمجمة مستطيلة مسطحة على عكسنا نحن، حيث نمتلك جمجمة كروية، بالإضافة إلى حافة جبهة مميزة بارزة فوق العينين، كما أن أنفه واسع وكبير مناسب للتأقلم مع العيش في الأماكن ذات الطقس البارد والجاف. ومن ميزاته الجسدية عدم امتلاك دقن واضح عكس الإنسان الحديد، بالإضافة إلى أسنانه الأمامية الكبيرة. أطلق عليه اسم نيندرتال نسبة لأحد المواقع الأولى التي اكتشفت فيها أحافيره في منتصف القرن التاسع عشر، وهو وادي نيندر شرق مدينة دوسلدورف في ولاية الراين الألمانية. ولقد سمي الوادي بهذا الاسم نسبة ليواكيم نيندر الشاعر والموسيقي ورجل الدين الألماني الذي كان يستمد إلهامه بالجلوس على حافة الوادي، لذلك سمي باسمه. للإشارة كلمة نيندر هي كلمة يونانية وتعني الرجل الجديد. ولقد تباينت آراء العلماء منذ اكتشاف مستحثات نيندرتال حول ما إذا كان ينبغي اعتبار نيندرتال نوعا منفصلا أي إنسان نيندرتال، أو نوعا فرعيا أي إنسان نيندرتال العاقل. دينيا فحسب الفتوى رقم 126083 التي نشرت بتاريخ 3 سبتمبر أيلول 2009 على موقع إسلام ويب للإجابة عن سؤال ما هو إنسان نيندرتال من الناحية الشرعية، هل هو قبل آدم عليه السلام وبذلك يكون من الحيوانات أي القرد؟ كانت الإجابة بأن هذا النوع من الجنس البشري أي نيندرتال تم وصف شكله بأنه مختلف عن الإنسان وكأنه قرد، بينما هذه الفروق في الحقيقة لا تعد كونها الفروق العادية بين أجناس البشر المعاصرين في الطول والقصر والقوة والضعف والحرف والصناعات والتقدم والتخلف. وبالتالي فإن هذا الإنسان أي نيندرتال إنما هو من ذرية آدم الذي لم يكن ابنه قابيل يعرف كيف يواري سوءة أخيه هابيل. من جهة أخرى تشير بعض الأدلة الحديثة من الحفائر والمادة الوراثية DNA أن نسل نيندرتال والإنسان العاقل الحديث انفصل قبل حوالي 500 ألف سنة، بينما المعايرة الوراثية تشير إلى أن هذا الانفصال حدث قبل نحو 650 ألف سنة. ويثير هذا التناقض شكوك العلماء حول حقيقة الجد المشترك الأخير بين الإنسان العاقل والنيندرتال. عاش نيندرتال في أوروبا وآسيا في حين انطلق الإنسان الحديث من إفريقيا وانتشر في جميع أنحاء العالم. تميز نيندرتال بقدرته على التأقلم والعيش سواء في السهول الباردة في إنجلترا وسيبيريا قبل نحو 60 ألف سنة، أو في الغابات الدافئة في كل من إسبانيا وإيطاليا قبل حوالي 120 ألف سنة.
يتميز نياندرتال بقدرات عقلية عالية، رغم ما يقال عنه بأنه رجل الكهف البدائي، فهم ليسوا من أشباه القردة، إذ قاموا بتطوير القدرة على إشعال النار منذ حوالي 200 ألف سنة على الأقل، والعناية بمرضاهم، كما دفنوا موتاهم، مما يدل على أنهم كانوا اجتماعيين ومتعاطفين مع بعضهم البعض. بالنسبة للكلام، يعتقد بأنه كانت لديه المقدرة على التحدث للتواصل بلغة بسيطة، ولكن بدون القدرة على تركيب الكلمات المعقدة. إذ تظهر عملية إعادة تركيب قناتهم الصوتية أنهم كانوا يملكون على الأقل 25% من القدرة الصوتية التي يتمتع بها الإنسان العاقل، وهي أكثر من كافية لصياغة لغة بدائية. تشير بعض الحفريات في طبقات جدران كهف جروهام إلى أن إنسان نياندرتال كان يأكل فواكه البحر والثدييات البحرية، بالإضافة إلى اصطياده الدلافين والحيوانات الضخمة كالماموت ووحيد القرن الصوفي والغزلان، وربما كان يأكل جيفته. كما أظهرت دراسات علمية جديدة أن إنسان نياندرتال كان من أكلة لحوم البشر. عاش نياندرتال إلى جانب الإنسان الحديث البدائي فترة من الزمن، فهو كان يشبه الإنسان المعاصر كثيرا حسب التحاليل الجينية. إذ خلصت دراسة علمية إلى أن الحمض النووي للإنسان الحديث وإنسان نياندرتال متطابقان بنسبة 99.5% على الأقل. كما أن دراسة أجريت على آلاف البشر كانت نتيجتها أن الإنسان الحالي يحمل نحو 2% على الأقل من الحمض النووي لإنسان نياندرتال. وتدعم هذه الدراسات العلمية الفرضية القائلة بحدوث الكثير من حالات التزاوج بين الإنسان العاقل وإنسان نياندرتال في جميع أنحاء العالم ما عدا جنوب صحراء إفريقيا الكبرى. حسب علماء الأنثروبولوجيا، تعتبر منطقة جبل طارق جنوب إسبانيا التابعة حاليا لبريطانيا هي آخر المناطق التي استقر فيها نياندرتال قبل انقراضه. ماذا حدث لإنسان نياندرتال؟ لماذا اختفى وانقرض من على كوكب الأرض؟ أسباب انقراض نياندرتال بعد أن عاش لمدة 350 ألف عام لا تزال مسألة مثيرة للجدل بين علماء الأنثروبولوجيا، لكن شيء واحد يتفقون عليه، وهو أنه انقرض منذ حوالي 40 ألف سنة، وذلك بالتزامن مع بداية خروج الإنسان الحديث من إفريقيا وهجرته باتجاه أوروبا وغرب آسيا. فهل هي صدفة؟ أم أن أجدادنا ليسوا مسؤولين عن القضاء عليه؟ دراسة هولندية جديدة لجامعة أيندهوفن للتكنولوجيا أشارت إلى أنه حتى من دون تنافسهم مع الإنسان الحديث كان نياندرتال سينقرض من جراء قلة أعدادهم بسبب التزاوج بين الأقارب ضمن مجموعاتهم الصغيرة، لميلهم إلى العيش في مجتمعات منعزلة، مما يجعلهم غير متنوعين جينيا على عكسنا نحن. بينما تقترح دراسة حديثة أخرى لمتحف التاريخ الطبيعي بلندن أن العامل الرئيسي في انقراض إنسان الكهف قد يكون التهجين عبر تزوجه مع الإنسان العاقل، مما أدى إلى إضعاف جيناته. العيون الكبيرة التي تعتبر أحد أبرز مقاييس الجمال في عصرنا الحديث قد تكون سبب فناء نياندرتال. ففي إحدى الدراسات العلمية الجديدة رجحت أن عيونه الكبيرة كانت أحد أسباب انقراضه، فالجزء الأكبر من عقل إنسان الكهف كان مخصصا للمساعدة على الرؤية في الليالي المظلمة الطويلة جدا في أوروبا بسبب العصر الجليدي، وذلك على حساب عمليات عقلية أخرى ذات أهمية كبيرة مثل التفكير في حل المشاكل، على عكس الهومو سابينس الذي بقي في إفريقيا واستمر في الاستمتاع بأيام مضيئة أكثر مع مناخ معتدل. لذلك صرنا نتمتع بفصوص أمامية في الدماغ تساعد في التفكير. ربما تكون الأمراض المعدية التي حملها الإنسان العاقل قد انتقلت إلى إنسان نياندرتال الذي كانت لديه مناعة ضعيفة من العدوى التي لم يتعرض لها من قبل، مما أدى إلى عواقب مدمرة على إنسان الكهف، مثل ما كان تأثير الكارثي للفيروسات والأمراض التي نقلها معهم الأوروبيون في طريق استوطانهم للأمريكيتين على السكان الأمريكيين الأصليين الهنود الحمر. فموت الغالبية العظمى من السكان الأصليين لم تكن بسبب الحروب بشكل مباشر، بل يعود الأمر إلى الفيروسات والميكروبات الجديدة عليهم. كذلك التغيرات المناخية من العوامل التي قد تكون ساهمت في زوال نياندرتال، فالانخفاض المفاجئ والكبير جدا في درجة الحرارة الذي حدث لكوكب الأرض منذ حوالي 50 ألف عام
ربما أدى إلى اضطراب النظام البيئي ونقص أعداد أو انقراض الحيوانات المتوسطة إلى الكبيرة الحجم التي كان يصطادها إنسان نيندرتال، وبالتالي تعرضه لمجاعة كبرى أدت إلى فنائه. من المستبعد أن يكون انقراض نيندرتال حدثا منفردا، بل عملية معقدة تنطوي على عوامل وأسباب متعددة حدثت تدريجيا عبر مئات أو آلاف السنين. يبقى سر فناء رجل الكهف لغزا محيرا. في الأخير، إذا أعجبكم الموضوع لا تنسوا الاشتراك في القناة من أجل أن يصلكم كل جديد.